Yes. حاضر نعمل. حاضر. واخ. تحياتي نعمل. تحياتي واخ. ما كتجي غير فيا انا. وعد فوياخ نهار السبت. يعني ما بقى ويكاند ما بقى خروج ما بقات في ليكيش غير غابه المصيبه بقيت خضر ليس وحدك يا سيدتي ماشي بوحدك اللي تخضر تحقيق وجب التحقيق هذا فيه غير الحمير والبغوله والبقر وتزادوا حتى الحزاق اخرج له فاز فاس بنيا فيك وبنيا فيه الرجله ديال الكارطون لا يعطيك غد على كثر ما انت مدلول جد عن جد على الاخر بزاف عليك خص خص سبعه الثمامه في وسطك الى الضوضاء ما ينقصك راه معاك المحقق هذا عند ايوا احنا سعداء اننا نقدموا هذا العرض في الحاجب عوده اخرى لمدينه الحاجب والجمهور الحاجب اننا نتقاسموا مع هذه المسرحيه تجربه من طنجة إلى الحاجب اللي فيها ممثلين طنجاويين واللي نص كوميدي تتناول بعض المواضيع الاجتماعية والسياسية أيضا بشكل هزلي بشكل تيحاول نحاولوا أننا نقربوا المسرح للجمهور العريض بشكل سهل وكنتمنى أن هذه المسرحية تكون نالت إعجاب المشاركين شكر خاص للادارات والتقنيين ديال المركب الثقافي الحاجب. Nous sommes حاجب, nous sommes très très contents d'être ici. Nous avons fait notre spectacle et ça s'est bien passé, je crois. Je crois. عمرو ما كان كذاب. باقا المقاوم ولد مقاوم. ايوا هذا المقاومة درت واحد اللي جا كيطلع فوق منها. با مقاوم جدي مقاوم تصلتي مقاومة. اسيروا يا هاد الرباعة هاد الرعيان. علاش بغيتوا تنكرونا علاش؟ علاش بغيتو تمحيونا من التاريخ وتكتبوا تاريخ جديد مفصل على قياس اهلا وسهلا رضوان مبارك ممثل من طنجة انا جد سعيد بالحضور في هذه القاعة الجميلة في اطار العرض ديال لاباش دور ديال بن ناقص شخصية كترمز من الناحية الاجتماعية لواحد الفئة عريضة في المجتمع طبعا تعرض للإقصاء والتهميش المسرحية جات كتعالج يعني واحد الإشكالية كبيرة كتعلق بالصراع مراكز السلطة ما بين الحاج وما يرمز إليه وما بين بالناقص وما يرمز إليه السلام عليكم جمال قويد مدينة طنجة المهم اليوم عانقنا الجمهور ديال الحاجب الحمد لله حسيت بان اللعب كان مزيان المسرحيه دازت على احسن وجه والهليحه شفنا وباقي كنوعدوا الجمهور ديال الحاجب على اننا ان شاء الله غادي نرجعوا لعندهم شكرا بغيت نعطيكم النتيجه ديال التحقيق ها دخلت عليك بالله عارفين كل شيء ها